وعلينا أن نتفقه في الدين في كتاب الله في الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حفظك الله، ما رأي فضيلتكم في من يتسرع في التبديع والتفسير بقوله أخبث من في الأرض أو أضر العالمين لرجل عرف بالمنهج السلفي والدعوة إليه وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله، ثم يبني على ذلك بلزوم هجر ومقاطعة من لم يبدع ويجعل الخلاف في الأشخاص خلافا في المنهج فيسبب ذلك تفريقا بين الشباب وزرعا للعداوة بينهم؟ نرجو إفادتكم. هذا أقول مثل هذا الكلام وهذا الذي ذكر هذا من الأخطاء البينة والأخطاء الواضحة، والواجب هو الاعتدال والتوسط في الأمور والتحرز من آفات اللسان وما يحصل بسببه مما لا تحمد عقباه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن ما بين لحيه وبين رجليه أضمن في الجنة، ومقصود ذلك اللسان والفرج. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في وصية المعاذ: وحلقوا الناس النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالواجب على الإنسان أن يتحرز يعني لسانه وأن لا يطلقه في ما يعود عليه بالمضرة. ثم أيضا كون الشخص يعني يحصل منه خطأ ثم يقال كما جاء في السؤال أنه أخبث من كذا وأخطر من كذا وأشد من كذا، هذا أيضا زيادة يعني في ضرر الإنسان نفسه، يعني زيادة في كون الإنسان يضر نفسه بكونه يأتي بمبالغات ويأتي بكلام يعني لا يكون صحيحا ولا يكون مستقيما ولا يكون مطابقا للواقع. ثم أيضا يعني ما يحصل بسبب ذلك من الفوضى ومن إساءة الظن بالإخوان بعضهم ببعض ويعني من هجر وما إلى ذلك، كل هذه من الأمور التي هي من عمل الشيطان والتي فيها يفيد الإنسان يعني الشيطان للإنسان فيوقعه في المهالك ويوقعه في ما يعود عليه المضرة. والواجب أن الإنسان يحاسب نفسه ويحفظ لسانه، وآفات اللسان يعني شأنها خطير وأمرها عظيم، ومن حظ الإنسان أن يحفظ لسانه عن أن يتكلم بشيء يعود عليه الضرر. وما يحصل من بعض الإخوان من أهل السنة من أن يهتم بعضهم بالنيل من بعض والكلام في بعض وتفرط الجهود يعني في ذلك ويترك الأعداء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هذا من 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 الأمور التي فيها كيد الشيطان للإنسان بأن يصرفه عن ما ينبغي أن يكون عليه وأن يصرفه إلى شيء ينبغي أن يصون نفسه منه. ثم ما يترتب على ذلك من المبالغة في الكلام.